بواتسون ام تي في رح نرجع نسترجع نحن وياكم برامج شاشه الام تي في. كنا بخلال هالموسم مع ذا فويس كيدز وكنا اكيد مع اجواء كثير حلوه ومع شعور رائع مع بمواهب هالقد قويه بعمر كثير صغير وبثقه هالقد كثير كبيره على المسرح، يعني فنانين او مش فنانين شو رح يصير مع هالاطفال بالمستقبل، المهم انه في شخصيه كثير قوية وشباب وصبايا صغار قادرين يقفوا قدام جمهور كتير كبير بمسؤولية كتير كبيرة ويكونوا عم يقدوا أغاني رائعة. فنحن رح نرجع نشوف the best of the voice kids وأكيد كل الشباب والصبايا رح يمرقوا ونشوفهم بأحسن ما قدوه بهالموسم. إذن أنتم على موعد الليلة الساعة 8:30 بعد الأخبار مع The Best of the Voice Kids. أكيد نرجع نسترجع نحن وياكم هالأوقات الرائعة وقلدي هالحكام، يعني كانوا فعلا مفتونين بكل ما قدموه هالشباب والصبايا صغار بـ The Voice Kids. أما بما في مثله فأكيد عم نكون مع سكتشات كتير حلوة، سكتشات عم بتسلينا وتخلينا نغير أجواء. خلينا نشوف مشاهد من ما في مثله. تفضل تفضل سلامتك. تفضل درس كثير حكيم. شو قلت؟ انا دلوني عليك، قالوا لي حكيم شاطر كثير انت فجاي لعندك قصدك انا حبيبتي. خبروني انك قديش رايق ورواق وكذا وما كثير بتكتر حكي، لانه انا بذي خلقي واطع على صدري ما كثير، يعني انا اخذ وعدي هذا اللي اخذ الوط والعجم قال لي ما لي خلقه واطع. الدرس عم بيجي يعني انت خبرتك الدرس عم بيجي يعني فتكون ايدك خفيفه وحديثك مقتضب يعني طق طق خلصني انا بدي خلقي ما تعتمد. انا شفت كيف ما كثير بدك تعطي خلقي ضيق. طيب بس انه رد علي هذا الدرس عم بيجعني خلينا بس يعني لاقي لي قصته وخلينا نحل خلصنا ما خلقي ضيق. اي واحد؟ لا واقف زيح 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 لا زيح 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 بلشنا اي واحد هلا بدك بدي ادلك عليه بدك تصير تقول لي يمكن هذا عامل خراج بدك خلقي ضيق حكيم انا هتكتر حكي بسألنا يا واحد الله في حكيم غيرك هون؟ في واحد فوق بياخذ بيعطي كثير؟ لا بدي اسألك نفس الأسئلة مثلي لك قوم يا حلو عمي لهي خلقه اللي بده علاج مش درسه يعني بده مش حكيم سنين بده حكيم ثاني. منتابع نحن وياكم مع منا وجر وكمان اجواء حلوه، طبعا عم نرجع نسترجع نحن وياكم بيا منا وجر كثير من الاحداث اللي بتكون صارت خلال الاسبوع خاصه الاحداث الاعلاميه. خلينا نشوف سان فامي لهون. بتعرف كيف اجوا؟ اجوا بالاوتوكار. بتعرف شو كانوا عم يغنوا بالاوتوكار؟ بوي 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 شو بدون؟ صارت سنة الألفين وظبط البلد، خلصت سنة الألفين وبقينا عالحداد
ورتنا ورت كبيرة وطعمونا الفطيرة شو حلو حظه بيعيش بلبنان الألفين صار سنة الألفين وظبط البلد صار سنة الألفين وصلنا على الحد بعمل آخر للاسف صرنا 2016 يعني غنية قطعت من 16 سنه بس اذكركم اخر شيء ما عملت اول وحده وثاني فيرسيون ثالث فيرسيون سميتها قرن ال 2000 تتمشي على 100 سنه أجواء حلوة وممتعة بي من نوجر أكيد رح تكونوا خلال هالأسبوع عم بتابعونا وتابعوا برامجنا ونحن بواتسون ام تي في أكيد بمحطات تانية رح نكون عم نستعرض نحن وياكم بقية برامج الام تي في بس أكيد إذا حابين ترجعوا تشوفوا أي برنامج بتكونوا روحتوا عليكم ما لكم إلا الام تي في ريبلاي على الام تي في.com.lb أو على الام تي في أب وفي هلا ممكن نحن وياكم مع كيدز أند فان مع سارة غنطوس خليكم معنا